بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ومشروعي اها اسباب دخول الجنه اما اعمال تدخلك الجنه باذن الله تعالى. وعن كان لاني اسباب اما اعمال بعد فضل الله ورحمته روح سبب ونقن كرت انه جنده غلو. وعن كسود الله حلقتي تمنات بين قدام بيسي ما انت نحن قبل عبينا حلقتي كوبية تمنات او المداومة على التطهر عند كل حدث وصلاة ركعتين بعد الاذان. يعني الروح انه دائما طهارة يويسدا اذان كستا قداشين اللي برق عدود يتكدو نبي صلى الله عليه وآله وسلم صبح واقو بريي مركو واقو بريو بلال ويري فدعا بلالا بلال بو يري مركزا وحري بلالو بما سقطنا الى الجنه ما حد جنده ايغه هرمرتي حالي بان جنده غلي مركزا مركان غلي وحان مقلي شنقدادي يو وحان مقلي جانقاد كاغي جنده دخدان كان مقلي وا بلال او نول يا وحا ليه جنده اد ايغه هرمرتي او او جنده دخ لوغينيان مقلي مركان سدا جنده او غلي ما حد ايغه هرمرتود سميسا. بلال رضي الله عنه وارضاه وحو دااد ودغيسو وأنا السبب لي بير أقو رسول الله آذان ما آذان حد يأنا آذان مثلا بركة عضو من آذان كذب تكذا وفيرسو مركز تون آذانو آذان كذا شيء لبركة عضو من تكذا ما تشرتوا المرأة ويسدوا وقشبت إلى مش عن تاجنا هم كويس يستا أو مص عضانا ويسلانا لبص سببود أو وحوش بلال sabab ugu noqday inuu nabiga xitaa jannada uga hormaro isagoo jannada dhex nugeeyay nabiga uu maqlo asmaa khashkhashataka waxaan maqlayaa shanqadhaada aad jannada dhex lugeynaysaa ee maxaad iga hormartay laba arimood buu sheegay wuxuu rasuulallahu markasto aan aadaamo aadaanka ka gadaal waxaan tugaa laba raacadood waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay markasto oo weysalaan ama xadith ugu yimaado weysada uga jabto waan weysaystaa oo waligaa weysalaan ma dhaqaaqin عطام إذا روح مسلم كا إنه لازم ويسدا إنه السبب هو نقول كرتو إنه شن هذا قالوا هذا مؤدي نهين مركل آدم الله رجع عدد تكو لو رجع عدد تكو مركل آدمه لأن الله بلا أرمات برش بلال شيء مركز النبي وحده صلى الله عليه وسلم بهذا يعني كاسات جنة يجهر مرتو لذلك عاد سمي سي إيه مركز آدم تأنا الله رجع عدد تكتو ولي أنا الطهارة أون دائم تو هذه يشر ويسقب عاد رول ككل سعته أرين تعاد كهر مرت ولا بلا أرمود إذا قلب كينك وبيتمناد وحويا إنه الروح الدائمة طهارة يو يسقب كإنه الدائمة والسبب كان هذا لو قل بعد فضل الله جل وعلا آذان كده من البركة عضود ودائمة لا بلا أرمود وأسباب كم إذا أسباب تا كان هذا إلهي كوجلنا بعد فضله جل وعلا إذا حلقتنا كوبية تناد وانتاس وحنا سوى ذينا حلقات كنيكلة وجزاكم الله خيرا وصعد ونكسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.